بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح كان عندي طفل بنكشف عليه وكان عمره 3 سنين وكان عنده حول، فقلت لهم ان هم محتاجين نعمل للطفل ده جراحه. فسالوني هو السن المناسب ده امتى؟ فقلت لهم طب هو عنده حول من امتى؟ فقالوا لي ده الحول عنده من حوالي 8 شهور. قلت لهم السن المناسب هو عمره 3 سنين دلوقتي وهو عمره 8 شهور. يعني لو انا عايز اعمل العمليه دي المفروض ارجع لورا حوالي سنتين وشوية، سنتين واربع شهور عشان نعمله عملية. ايه قصد ايه بالكلام الغريب ده؟ اقصد اقول ان احنا طالما في حول وعدى على الطفل اربع او خمس او ست شهور بالكتير ولسه في حول، يبقى لازم اصلح الحول ده اما بالنظارة او بالجراحة. فالسن المناسب في اسرع وقت ممكن، لان احنا نظرنا بيكون كويس من ساعة ما بنتولد وعيننا بتبقى عدل. اي حاجة تخرجنا عن الموضوع ده عند ست شهور، عند ثمان شهور، عند سنة، لازم ارجع تاني وارضها وارجع العين لطبيعتها والمسار الطبيعي. فالسن المناسب لتصحيح اي حول سواء كان بنظارة او بجراحة هو في اسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا.